الكابتن حيدر نجم، اللاعب محمد قاسم واللاعب محمد داوود ومهاوي سيقدمون الأفضل مع النجف. إعادة محمد قاسم، محمد داوود، علاء، مهاوي إلى مستواهم حقيقة، وين الخطة مال الكادر التدريبي؟ لا لا، شوف هم هذول هؤلاء اللاعبين يعني أكون لهم كل الاحترام، هم نجوم، لكن كل لاعب يمر في فترات صعبة يحتاج إلى مدرب أن يحتضنه ويقومه ويتعب عليه. مثل ما نقول كابتن عبد الغني عنده تجارب كثيرة، يعني أكثر من لاعب سبق وأن عاد للمنتخب، سواء المنتخب الوطني أو حتى للمنتخب الأولمبي. اللاعبين اللي ذكرتهم هم سبق وأن تدربوا تحت قيادة الكابتن عبد الغني شهد، والحمد لله الآن بدأت نتائج العمل والجهد اللي بذله معهم السيد المدرب، وإحنا كمساعدين معه كل شاهد محمد قاسم رجع على وضعه الطبيعي، رغم أنه إحنا كجهاز فني نعتقد تماماً أنه محمد وكلهم محمد ما شاء الله لا زال عندهم خزين ولا زال عندهم الكثير، لكن إن شاء الله المباراة القادمة راح يقدمون أفضل من المستوى اللي يقدموه في المباراة السابقة.